كنوز اللغة العربية لكيديوان. والآن يا صغاري ننتقل إلى مكون أكتب، ونكتب حرف اللام بخط واضح ومرتب. والآن يا صغاري نضع دائرة حول الشيء الذي يبدأ بحرف اللام. نشاهد هنا لسان، وهنا ليمون، وهنا كلب، وهنا لعبة. لسان، ليمون، كلب، لعبة. ما رأيكم يا صغاري؟ كلمة لسان، كلمة لسان، هل يوجد في اسمه حرف اللام؟ ممتاز، أحسنتم. نعم، يوجد في اسمه حرف اللام، لسان، لسان. وهنا ليمون، ليمون، هل يوجد في اسمه حرف اللام؟ ممتاز، أحسنتم. يوجد في اسمه حرف اللام، ليمون، ليمون. كلب، كلب، هل يوجد في اسمه حرف اللام؟ لا، لا يوجد في اسمه حرف اللام. وأخيرا يا صغار، كلمة لعبة، كلمة لعبة، هل يوجد في اسمها حرف اللام؟ ممتاز، نعم، يوجد في اسمها حرف اللام.